سؤال آخر وصلنا من الأخ سليمان، يقول: الآن تنتقد العصابة، أين كنت من قبل؟ أخي العزيز، لو تكتب اسم أنور مالك وأحمد أويحيى أو أنور مالك بوتفليقة في اليوتيوب ستطلع لك الكثير من البرامج، ومنها برامج في قناة المغاربية بحد ذاتها، فضلا عن قنوات أخرى عالمية مختلفة. كنت أنتقد، كنت من أوائل الذين سموا قناة، سموا جماعة بوتفليقة العصابة، كنت من أوائل الذين أطلقوا عليها العصابة، وتوجد فيديوهات كثيرة. لو أرادوا بالفعل أن يتعاملوا باستقلالية وبجدية، لعينوا شخصية أخرى خارج إطار النظام، لا يعين أحمد يحيى وهو رجل النظام ورجل المهمات القادرة. يعني مساره أصلا في الحكومة منذ تولى المناصب التي تولى عرفت كثير من الفضائح، فضائح الفساد سوناطراك 1 وسوناطراك 2 وسوناطراك 3، فضيحة الخليفة، كثير من الفضائح التي حدثت في عهده، حتى عمليات حرق السجون حدثت لما كان هو وزيرا للعدل، جرائم كبيرة حدثت في السجون، وإلى يومنا هذا لم يتم التعامل معه. هذا الرئيس عاجز بمعنى الكلمة. أنا شخصيا أرى أن الرئيس بوتفليقة رهينة لدى مجموعة، في بينهم شقيق ومجموعة يستغلونه استغلال. رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآن في الجزائر رهينة لدى عصابة، يقودها شقيق الرئيس في حد. توجد فيديوهات كثيرة وتوجد حوارات في الصحف كثيرة ومقالات كثيرة جدا، وأنا أناهض جماعة بوتفليقة وعصابة بوتفليقة، هذا واضح ولا يحتاج الآن أجي بمجرد ما أنتقد أويحيى ونقول هذا ما يريد أويحيى، يطلع لي واحد يقول لي أين كنت، لماذا لم تنتقده وأنت؟ اذهب يا ريت تكلف نفسك دقيقة إن كنت إنسان حقيقة، أما إذا كنت جهاز في إطار جيش إلكتروني هذا شأن آخر، أما إذا كنت إنسان حقيقة لديك عقل يمكن أن تكلف نفسك. لماذا لا نتعلم قبل أن أصدر حكم على شخص أكلف نفسي في البحث قليل، قبل أن أكتب تعليق وهي مسؤولية أخلاقية ومسؤولية أمام الله تعالى، قد أكتب هذا التعليق وأرحل من هذه الدنيا ويبقى دائما خلفي، إذا كنت مسلم رايح يجيب لي سيئات بلا أدنى شك، بدل أنه قبل ما تجي تكتب شيء أو تعلق على شخص، يا أخي روح كلف نفسك شوية بحث قليل فقط، أخذ صورة، أولا تستفيد، قد تستفيد يعني نعم، أو ثاني تأخذ، حتى لما تنتقدني قد تنتقدني بطريقة مؤثرة ونافعة. أما جي أنا نتكلم على أويحي، أين أنت كنت من قبل مع أويحي؟ لما نتكلم على أبو تفريقة، أين كنت من قبل مع أبو تفريقة؟ لما نتكلم على السعيد، عد للمقالات التي كنت أكتبها في جريدتي، هي وكيف كنت أتكلم عن السعيد بوتفليقة وبوتفليقة وماذا كنت أقول. أنت في ذلك الوقت لا تتابعني أصلا، اليوم جيت مباشرة، أين كنت من قبل؟ فقط هذا الأساليب اللي لا تنفع. لذلك كل حراك شعبي أو ثورة شعبية يفسدها أمثال هؤلاء، ونجد لدينا النماذج الكثيرة. إذا أخي الذي طرحت هذا السؤال أو غيرك الذين يطرحون هذا السؤال، يا ريت تكلفوا أنفسكم، لا يمكن أن أكون محلك، نكلف نفسي نبحث لك ونعطيك، لدي كثير من أشغالي التي هي أهم من هذا كله، أنت كلف نفسك، يا ريت تكلف نفسك في البحث شوية وبعد ذلك أطرح سؤال.